جولتنا المنوعة بلشت وبدايتها حخبركن عن شاب يدعى كريم، ينشئ مقهى ثقافي بيجذب محبي الفن، فجمع بطريقة مميزة الخط والموسيقى بمكان واحد بتونس. وحننتقل لنحكي عن افتتاح العاصمة الفرنسية باريس موسم أعياد الميلاد بإنارة الأضواء الملونة خلال حفل تم تنظيمه بشارع شانزليزيه، وشهد الشارع الشهير ازدحام شديد بالسياح خاصة لمشاهدة الحفل يلي كان فيه أنغام الموسيقى وألوان مضاءة. وبجولتنا الأخيرة حخبركن عن فنان كوري عم يبدع بتقديم أعمال فنية مذهلة وبأحجام كبيرة صنعها باستخدام الأسلاك المعدنية بكل دقة، وبتبدو للناظر وكأنها صورة فوتوغرافية.